وزير الخارجية المصري يطلع السراج على نتائج الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا ويؤكد على أهمية إيجاد حل دون تدخل خارجي. ممثلو مدينتي مصراتة وزليتن يتفقان على فتح الطريق الساحلي وإحالة ملف قضية اقتحام الغرفة بزليتن إلى النيابة. وفي ظل الحصار المفروض، كوبلر يدعو أطراف النزاع في بنغازي إلى توفير ممر آمن للأسر العالقة في جنفوتا. نشرة ثالثة من ليبيا بانوراما، ومن العناوين إلى تفاصيل مشاهدين، أهلا بكم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري بحث مع السراج آخر المستجدات والتطورات على الساحة الليبية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع السراج أطلعه خلاله على نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد في تونس ونتائج المشاورات التي أجرتها كل من تونس ومصر والجزائر مع مكونات المشهد السياسي الليبي، قائلا أن شكري شدد على إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في ليبيا ينبغي أن ينبع من جهود ليبيا دون أي تدخل خارجي. أطلع وزير الخارجية التونسي خميس الجناوي المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر في لقاء جمعهما الأربعاء في تونس العاصمة على نتائج الاجتماع الثلاثي بخصوص ليبيا، وأشاد كوبلر بالنجاح الذي تمكنت تونس ومصر والجزائر من تحقيقه في تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة بحسب وصفه. وكشف كوبلر عن ترحيب عدد من الأطراف الليبية والدولية التي قابلها خلال الفترة الأخيرة بالمبادرة التونسية المقدمة من الرئيس باجي قائد السبسي. من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق لطفي المغربي أن دور الجامعة العربية مهم جدا في جمع الأطراف الليبية، مشيدا بجهود دول الجوار الرامية لإيجاد حل للأزمة السياسية. التقى اليوم بدولة الرئيس فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، ومع السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد سواحلي، ويسعى إلى وجود أفكار أو بحث أفكار ليبية لنقلها لمجلس الجامعة وللحديث للوصول إلى توافق فعلي. الآن لما الجامعة العربية كانت تعمل كدول، كان الكثير يرى أن بعض الدول مصالحها متضاربة، فوجودهم في داخل إطار واحد وجامعة واحدة وممثل واحد يجبر هذه الجهات على أن الكلام أقل شيء سيكون بصوت واحد. هذا وأجرى وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع أطراف وشخصيات ليبية من أجل إطلاعهم على نتائج الاجتماع الثلاثي الذي جمعه بوزيري خارجية مصر والجزائر. وأكد الجهناوي على حرص دول الجوار الثلاث على تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء حوار ليبي ليبي دون إقصاء أي طرف، مشددا على أن الاتفاق السياسي الموقع بالسخيرات يعد إطارا مرجعيا لأي تسوية. أفادت رئاسة الجمهورية التونسية بأن رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق لم ينسق مع الرئاسة بخصوص لقائه مع خليفة حفتر للحديث عن دعم مبادرة رئيس الجمهورية حول التسوية السياسية في ليبيا. ونوهت الرئاسة إلى أن وزير الشؤون الخارجية هو المخول رسميا بتنفيذ السياسة الخارجية لتونس، مشددين على أهمية التنسيق مع المؤسسات الرسمية في الدولة لضمان أوفر الحدود لنجاح هذه المبادرة. هذا وناقش مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا خلال لقائه الأربعاء رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السواحلي بطرابلس بحضور النائب الأول والثاني مبادرة دول الجوار الليبي وإمكانية توسيع دائرة التوافق في إطار الاتفاق السياسي. كما بحث الجانبان دعم جهود المصالحة والسلام في ليبيا ومساعدة السلطات الشرعية في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
أكدت مكونات مدينتي زليتن ومصراتة في بيان مشترك الأربعاء رفضهم لأي أعمال خارجة عن القانون، واتفق الجانبان على إحالة ملف قضية الاعتداء على الغرفة المشتركة زليتن إلى النائب العام للقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة وإزالة بوابة نعيمة وإعادة فتح الطريق. رفض أي عمل خارج عن الشرعية والقانون والالتزام بشرع الله وتطبيق القانون عبر المؤسسات الرسمية للدولة. إحالة ملف قضية الاعتداء على مقر الغرفة الأمنية المشتركة بزليطن إلى مكتب النائب العام، القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة من قبل الغرفة الأمنية المشتركة بزليطن والغرفة الأمنية المشتركة بمصراتة بناء على أوامر القبض الصادرة من النيابة العامة، إلغاء وإزالة بوابة نعيمة بالطريق الساحلي والمرافق التابعة لها. من جهته أكد عضو المجلس البلد زليتن مصطفى بن عائشة لليبيا بانوراما عودة 15 محتجزا من مدينة مصراتة إلى مدينة زليتن وهم الآن مع أهليهم وذويهم، وأضاف بن عائشة أن الإفراج جاء بعد جهود لجنة الأزمة المشكلة من قبل المجلس البلدي زليتن وجهود عمداء وحكماء عدد من المدن والمناطق. صباح اليوم حوالي الساعة 1:30 صباحا وصول عدد 15 محتجز كانوا على الهوية داخل مدينة مصراتة وتم الإفراج عنهم وهم الحمد لله بصحة طيبة والحمد لله. أيضا تم التسليم شخص مدعو عبد السلام الشريف كان داخل موقع الغرفة الأمنية وهو ليس طرف في عملية الاشتباك وإنما تم التحفظ عليه وتم الإفراج عليه ورجوعه إلى مدينة مصراتة في يوم أمس. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس مجلس حكماء وأعيان زليتن عبد الغني البازي. بداية سيد عبد الغني، هل تم فعلا إعادة فتح الطريق الرابط بين مدينة زليتن ومصراتة؟ نعم صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام. حقيقة تم فتح الطريق الساحلي منذ الليلة البارحة. نعم. والآن الطريق الساحلي مفتوح والحركة طبيعية في الطريق الساحلي بين مدينة زليتن وبقية المدن الأخرى. نعم. طيب ما هي أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها من قبل الجانبين لإعادة فتح الطريق وتسوية الأمور بين المدينتين؟ والله تم نقاش كل الأمور العالقة بين الحقيقة هي الأصل يعني بين هذه الفئة و هجومهم على الغرفة الأمنية داخل زليتن. نعم. تم اللقاء مع إخوتنا في مدينة مصراتة مختلف الأجهزة الأمنية والتنفيذية والاجتماعية وتم عقد لقاء تم فيه الاتفاق على العديد من النقاط ما بينها فتح الطريق الساحلي وإزالة بعض البوابات العسكرية داخل الحدود الإدارية للمدينة واللي هو اختفاء العناصر المسلحة من مدينة مصراتة داخل مدينة زليتن وعدة نقاط أخرى عالقة تم الاتفاق عليها. نعم. طيب سيد عبد الغني، أنت تؤكد الآن إعادة فتح الطريق الساحلي وعدم وجود أي مظاهر مسلحة عبر هذه الطريق. لا، هذه من الليلة البارحة فتح الطريق الساحلي والآن الحركة فيه طبيعية جدا وخالي من مظاهر التسلح إطلاقا. نعم. الطريق الساحلي مفتوح مع كل المدن. نعم. السيد عبد الغني البازي رئيس مجلس حكماء وأعيان زليتن كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. دعا مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر القوات التابعة لحفتر ومجلس شورى ثوار بني غازي إلى توفير ممر آمن للمدنيين العالقين بمنطقة جنفودة ببني غازي والراغبين في الخروج، وعبر كوبلر في تغريدة له على تويتر عن قلقه إزاء المعاناة التي تعيشها الأسر العالقة بمناطق الاشتباك في ظل النقص الحاد في الطعام والماء.
هذا واستنكرت رابطة علماء المغرب العربي في بيانها الأربعاء ما يحدث من حصار لمنطقة جنفودة صفة أياه بالجريمة ضد الإنسانية، ونشدت الرابطة كافة المسلمين بذل الجهود لإيقاف هذا الحصار والإسهام في أحياء نفوس العائلات المحاصرة هناك دون أن تكون طرفا في الحرب. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد المنعم الزايدي. بداية سيد عبد المنعم، هنالك مناشدات مستمرة لإخراج المدنيين العالقين في جنفودة ولم يصدر أي تحرك فعلي إزاء إخراجهم، كيف تقرأ ذلك؟ تحية لك أخي كريم. بالنسبة للمناشدات، نرى أن أغلب المناشدات التي وجهت نداءاتها للمجتمع الدولي هي من قبل منظمات حقوقية، والمنظمات الحقوقية ذات سلطة أدبية بالدرجة الأولى، هذا أولا. ثانيا، يجب توجيه اللوم على المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا تجاه تفعيل قراراته التي اتخذها نحو حماية المدنيين في ليبيا. اليوم للأسف نرى أوضاع إنسانية سيئة في منطقة جنفودة، بغض النظر عن كون حصار هذه المنطقة تحت غطاء شرعي أو خارج غطاء شرعي. ما يهمنا في هذا الموضوع تحديدا هو ضرورة العمل على إنقاذ حياة المدنيين بالدرجة الأولى وتقديم المساعدات لهم، وأيضا ضرورة توفير ممر آمن لخروج الأسر المدنية العالقة داخل منطقة جنفودة، هذا أمر غاية في الأهمية. نجدد مرة أخرى، الوضع الإنساني في منطقة جنفودة سيء حسب البيانات والتقارير التي تورد إلينا. ثانيا، ضرورة العمل من خلال المجتمع الدولي على ضرورة تفعيل قراراته المتخذة نحو حماية المدنيين في ليبيا بالدرجة الأولى. ثالثا، على السلطات الليبية سرعة التوافق حول إيجاد مخرج آمن، أن تكون هنالك إرادة سياسية صادقة من قبل السلطات الليبية لإيجاد مخرج آمن لكل تلك الأسر العالقة بدون استثناء. نعم. طيب سيد عبد المنعم، ما مدى تأثير المنظمات الحقوقية في الضغط على أطراف النزاع لفتح ممر آمن للمدنيين العالقين في جنفودة واستجابتهم مع الوضع الإنساني هناك؟ هو الحقيقة أن الأطراف المتنازعة في منطقة جنفودة لا تأخذ في اعتبارها البيانات الصادرة، لذلك وجب على المنظمات الحقوقية الضغط من ناحية والعمل على إحالة تقاريرها إلى المجتمع الدولي مجلس حقوق الإنسان، وأيضا العمل على تصنيف هذه ما يحدث في تنفيذ جنفودة باعتباره جريمة ضد الإنسانية في اختصاص أصيل للمحكمة الجنائية الدولية. في هذه المرحلة يجب إحالة الجناة الذين قاموا بمثل هذه الانتهاكات في منطقة جنفودة وفي المناطق الأخرى التي شهدت نزاعات مسلحة، يجب إحالتهم إلى القضاء الدولي للنظر فيهم في كل الجرائم التي ارتكبت سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لأن هذان الجريمتان هما اختصاص أصيل للجنائية الدولية في حال عدم مقدرة القضاء الوطني على جلب هؤلاء الجناة. نعم. السيد عبد المنعم الزايدي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم لليبيا بانوراما إن أعضاء مجلس النواب اتفقوا مع رئيس المجلس عقيلة صالح على اختيار 15 عضوا وفقا للدوائر الانتخابية ووضع كوتة للمرأة. انتخاب 15 عضو عملية صعبة وتأخذ وقت طويل جدا. نعم. داخل الجلسة اللي كانت تجرى بالانتخابات، لذلك كل دائرة ستقوم بتزكيت من تراه مناسبا أكثر تصريعات يعني، وسيد رئيس مجلس النواب يستقبل هذه القوائم ثم سيصدر قرار بها، ليس أكثر يعني، ليس اختيارا شخصيا، فسيكون اختيار الدوائر، كل دائرة تختار ممثلها، أعتقد باستثناء دائرتين بنغازي وطرابلس تم تمييزهم بفرصتين يعني، ربما ستكون مقعد للمرأة، تشكيل المرأة، حيث يصل عدد إلى 15 عضو. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل.
خفر السواحل الإيطالي يعلن عن إنقاذ أكثر من 700 مهاجر قبالة السواحل الليبية. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ 730 مهاجرا غير قانوني قبالة السواحل الليبية من الجنسية الإفريقية والبنغلاديشية بالتعاون مع منظمة SOS المتوسط خلال 7 عمليات إنقاذ منفصلة الأربعاء وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. الجدير بالذكر أن خفر السواحل الإيطالي أعلن الثلاثاء إنقاذ نحو 630 مهاجرا قبالة السواحل الليبية كانوا على متن قارب كبير وزورق مطاطي. قام وفد من المنظمة الدولية للهجرة غير القانونية رفقة وفد البعثة بجنيف والمديرة الإقليمية للهجرة لشمال إفريقيا بزيارة نقطتي حرس السواحل بميناء طرابلس التابعتين لوزارتي الداخلية والدفاع. والتقى الوفد في هذه الزيارة بأمر نقطة حرس السواحل الليبي محمد دندي ومعاون أمر الإدارة العامة لأمن السواحل عقيد بشير سليمان، واللذين أطلعا الوفد على ضعف إمكانية النقطتين وعزهما عن استقبال المهاجرين وعدم وجود مقر ملائمة يستطيع من خلالها عناصر حرس السواحل القيام بالمهام المكلة إليها. تواصل فرق الهلال الأحمر الليبي الأربعاء عمليات انتشال جثث تعود لمهاجرين غير قانونيين من على شواطئ منطقة الحرشة غرب مدينة الزاوية بعد أن لاقوا حتفهم في محاولة للعبور إلى أوروبا في ظروف غرق غير واضحة حتى الآن. جرفت مياه البحر 74 جثة لمهاجرين غير شرعيين إلى شواطئ منطقة الحرشة قرب مدينة الزاوية بعد أن لقوا حتفهم وهم يحاولون العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. عشرات الجثث في أكياس بيضاء وسوداء مصطفة على طول الشاطئ في ظروف غرق غير واضحة حتى الآن، ستنقل لاحقا إلى مقبرة في طرابلس مخصصة لأشخاص مجهولي الهوية. وجدنا القارب على متنه 74 جثمان لمهاجر غير نظامي أو مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة،
قام فريق الهلال الأحمر الليبي بانتشال هذه الجثامين ووضعها في أكياس المخصصة بانتشال الجثامين. هذه الأكياس موجودة حاليا على شاطئ البحر بمنطقة الحرشة. فرق الهلال الأحمر وبإمكانيات بسيطة تمكنوا من انتشال جثث المهاجرين بعد أن تقذفتها الأمواج، والتي تعود غالبية جنسياتهم إلى دول جنوب الصحراء والقرن الأفريقي. ليبيا الغارقة في نزاعات وانقسام سياسي أصبحت ممر عبور رئيسي باتجاه أوروبا، فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة أعداد من فقدوا من المهاجرين خلال عام 2016 بنحو 7000 مهاجر مقارنة ب5000 عام 2015. باشر مصرف الوحدة سرت بطرابلس الأربعاء في توزيع السيولة النقدية على زبائن مصرفي الوحدة رئيسي سرت وفرع وكالة جامعة سرت بسقف 1000 دينار للصك الواحد. وقال مدير مصرف الوحدة سرت حسين درياج لقناة ليبيا بانوراما إن المصرف واصل بشكل أسبوعي توفير السيولة لزبائنه باعتباره من أكبر المصارف بسرت، وأن السيولة المالية توزع بشكل أسبوعي وقدرها 1,000,000 دينار. بهدف تطوير خدمات فرع صندوق التضامن الاجتماعي بترهونة، قام وفد من لجنة إدارة الصندوق بزيارة صندوق التضامن الاجتماعي بالمدينة لبحث سبل تطوير خدمات الفرع في المنطقة وإنشاء مكاتب خدمية تابعة للفرع بمناطق المدينة. التفاصيل في سياق التقرير التالي نتابع. بهدف تطوير خدمات فرع صندوق التضامن الاجتماعي بترهونة والدفع بالصندوق لإنشاء مراكز خدمية واستثمارية، قام وفد برئاسة رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي بزيارة عمل لفرع الهيئة بمدينة ترهونة، حيث كان في استقباله مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع ترهونة وعدد من أعيان مجلس مشائخ وحكماء ترهونة. موجودين اليوم في ترهونة في زيارة خاصة لإنشاء بعض المشاريع الاجتماعية اللي تخص خدمات صندوق التضامن الاجتماعي اللي نقدمه فيها للكثير من الشرائح في المجتمع منها شريحة المعاقين. بعد جلسة تعارف انطلق الجميع في جولة ميدانية لعدة مواقع ومقرات كان قد خصصها بلدي ترهونة لصالح فرع الصندوق بالمدينة من أجل تطوير خدمات فرع الصندوق وإنشاء بعض المشاريع التي تخص العديد من الشرائح التي يقوم الصندوق بتقديم المساعدة لها، كمركز للعلاج الطبيعي وإنشاء مركز للتوحد وإنشاء مكتب خدمات تضامنية بمنطقة الدون وبعض المشاريع الاستثمارية الأخرى. هذا المبنى هو خاص كان مصنع ملابس تم تخصيصه لصندوق التضامن الاجتماعي، إن شاء الله حيتم صيانته وتحويره لأنه يكون مركز للعلاج الطبيعي أو مركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين، وأيضا الدور الثاني حيكون فيه إدارة الفرع والمعاشات الأساسية. مدينة ترهونة التي تزخر بعدة مناطق سياحية ناهيك عن استقرار الأوضاع الأمنية هو ما دعا لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي إلى السعي في تطوير خدمات فرع الصندوق بالمدينة، بل وإنشاء بعض المشاريع الخدمية والاستثمارية مما سيسهم في تطوير مستوى الخدمات التي يقدمها الفرع للمستهدفين بالمنطقة. لقناة ليبيا بانوراما، محمد شكير، ترهونة. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية المصري يطلع السراج على نتائج الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا ويؤكد على أهمية إيجاد حل دون تدخل خارجي. ممثلو مدينتي مصراتة وزليتن يتفقان على فتح الطريق الساحلي وإحالة ملف قضية اقتحام الغرفة بزليتن إلى النيابة. وفي ظل الحصار المفروض، كوبلر يدعو أطراف النزاع في بنغازي إلى توفير ممر آمن للأسر العالقة في جنفودا. ختام النشرة مشاهدينا قدمناها لكم من ليبيا بانوراما، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.